المشكلة إذا كانت امرأة تقول لا بد أن تجلس جنبي، هذه هي الظاهرة السلبية. جماعة لا جماعة لا 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 جماعة الحديث بإذن يخالف يا صفاء صفاء ما يخالف ما يجوز ما لا يا جماعة لا صفاء رجاء 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 أنا عارف أنا عارف أنا عارف أنا أرجوش رجاء صفاء صفاء ما يخالف الحديث بإذن الحديث بإذن أرجو أخ محمد أن نخلص الموضوع ويعني لا 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 ندخل في هذا الجانب بعطيك دقيقة تفضل قمت من مكاني إلى مكان آخر تريد أن تجبرني إيش هل جبروت هذا إيش هل هذا هذا الأمر راح ما يخالف راح غير مقبول راح أعطيك راح أعطيك دقيقة بس خلينا نخلص من الموضوع الأخ الرئيس تفضل إذا أعطيتها تعطيني الرد وبعدين نقعد إحنا بعدين أصلا قبولك لهذه الرسالة خطأ مو خطأ هذه أنت... مسرحية تساهم فيها الرئاسة لا لا وتتكرر دائما لا عاد احترم نفسك عاد لا 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 شوف أخ محمد أنا أعطيتك الفرصة لا لا اسمح لي اسمح لي أنا أعطيتك الفرصة ولم أخطأ بحقك اي انا مسكر ميكروفون وانا اتكلم وانا بتكلم بس لا اسمح لي اخ محمد انا اعطيتك الحق انك تتكلم بس انك تطاول هذا مو مقبول الرساله لا برد عليك اول شيء بشرح لك وبقول لك تقول تاسيس جديد لا اي واقع تحدد في لجنه من حق النائب ان يرفع رساله الى المجلس ويطلب ادراجها بالرسائل الوارده وانا ادرجت رسائل ايضا حتى مو مطلوب فيها قرار فهذه ما هي مسرحيه هذا اجراء لائحي الآن من حقك أن تبدي وجهة نظرك بالطريقة اللي تراها مناسبة وأيضاً مو من حق الآخرين أن يخطئون بحقك بس أرجوك أنك ما تخطئ ولا تطاول وهذا الكلام مو مقبول منك تفضل عطى الميكروفون الأسلوب هذا تكرر المسرحية في لجنة الظواهر السلبية من أول ما ظهرت الظاهرة السلبية دخول مثل هذه النائبة اللي اعترضت أصلاً على لجنة الظواهر فكل مرة تبي تحدث لنا مشكلة الأمر اللي حصل بالضبط قمت من مكاني إلى مكان آخر شنو المشكلة فيه؟ استنفرت وصيحت وأظهرت صوتها وهذا أمر أصلاً سلبي وغير مقبول والذي تريد أن نحن نحترم المرأة ونحن أول من نطالب في حقوق المرأة وتتهمنا في أننا لا نحترم المرأة أخ صفاء أرجونا ننتهي بعطيش دقيقة بعطيش دقيقة بس أرجوك أن ننتهي من الموضوع لما يغير كرسيه من مكان لمكان ما عندي مشكله انا مشكلتي انه لما يشيل لافته اسمه ويروح لمكانه ما يقلل من شاني بعباره لا مو على كيفك امام الضيوف انا هني رديت الكل يعرفني احتفظ بعلاقات وديه مع الكل ما عندي مشكله مع اي احد اللي يدوس على طرفي اصير له صداع شيء ثاني لجنه الظواهر تارك مشاكل الشباب تارك مذكرة الرائع عمر الطبطبائي التنمر في المدارس الألباع الأطفال الطلاق المبكر الأطفال المتجولين بالشوارع الباعة كل هذا تركه رايح لنا على إلكساندر مكوين عبدة شيطان رايح لنا على صالونات مساج بالذمة هذا مو مضيعة وقت أنا اللي قاعد أقول لك لا يسمح لا يخلينا نقترح أجندات أو بنود لجدول الأعمال هو اللي يبي يقرر هو اللي بيسويها ما أسمح له يا أبو عبد الله ما راح لا يا ابو عبد الله انت ماشي ما يا ابو عبد الله رجاء يا ابو عبد خلنا وما نخلص انت الان اعطيتك دقيقه واعطيتها رد اذا اعطيتك دقيقه تضطر ان اعطيها بعد دقيقه ما نخلص اخر دقيقه واخر دقيقه لك خلنا ننتهي تفضل الاخ محمد الكلام اللي الكلام مو صحيح النقاش كان عن المخدرات ما ناقشنا لا مساج ولا غيره ماشي هذا صحيح انه معروض على اللجنه مقترحات لكن النقاش كله التحقيق في المخدرات والكلام اللي قاعد تقوله مو صحيح ماشي انا لم اتلفظ بكلمه ولا متهمه بكلمه مجرد ماشي. اني لا يجوز شرعا ان اجلس بجنب امراه متعطره ماشي غصب لا تقعد جنبها شكرا 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 تفضل يا اخت صفاء انت اللي عندك مشكله
ما عندك مشكلة ما تبي تقعد يمي أشوى، عندنا حرس يا الله من فضلك مشرفينا يحرسونك ويحمونك لحد يحوشك برا وانت طالع. لكن أنا أحترم ما يبي يقعد يمي، لكن لا يتلفظ بقول، لا يقول لأبو على كيفك لأنه مسجل. شكرا. شكرا.